علم العقاقير مرك اللي تشوفه فارماكولوجي أما واحد كان قال ده فارماسية ده يدوي كور رما مخدر يجوا مرك الشيء لأن أفيون كنا بيستعمله أفيون كأقوله أفيون كوا أبيم أبيم كوا وحش جدا كاسه واستعماله اليوم وحي كله يعني أبيم كاسه أهين وحي هذا هو مهدئات أما هو مسكنات أما هو مثبطات أما هو منبهات وحا أصلا لما نرفح قفك بين هذا كي قال كعيانه وكسمه ذاين ومشيد يهيو بود بوده أو حقبان كارو أو قاتشاد إيو دالك مدر يمو وصيدا قاتك إيو حيلا مدوك له قال كودنا عكسي اي سمايا اويد جيان قفكو خامل بيكردقان الضال ميلا تي في ذا كاركتين كوان قالا دي باك عبا قفنتو سكابيا قابيا ساتسولا دي ووك نعي هذا نصا اسبري كدلو سوكا لكعيا اسلام نواغو موقف عربي كودة تانتي وحاصرنا لكن قوانين تنبنى آدم كودة جستي مواد محرم كاوحي كو اروريان ويقرن وايين سيدا درادت مثلا قوانين تودور لمي كوحن بيما نيسا يا خبر هو أولا بنايين سوما اللهم إلا ما كان لغن ريبو درول كالو أو قلين إلا حد معلو يوحي لمنوعا أما خمر أهان قانون دودور لمي ما ممنوعان كو خمر كا إيطاليا روي ممنوعا ديقات كابا ممنوعا وما كان مريكا يو مجلس يو كوالا يقو غريبس كو كجرا ممنوعة إذن الضابط ملك ما دام أنا الضابط هين يعني محا ممنوعة محاسن ممنوعة هين وحلو تعبيرية مكرا لكن جداول بكرا جدول بالقرآن مدد سوى ممنوع مدد سوى ممنوع مدد سوى ممنوع مواد بيترية عك شرعي هاي لكن مسكر كي مخدر كوكا والرمية أيا أدق وأضبط من كلا التعريفين القانوني والأقرب أذني كغلبة خاطفتها أما دوينك يك قانون كودة والله بضل الله حكفي عن أن علماء الشريعة ككتل مامين مسلكي مخدر كسلي وحديين مخدرات هو النوعية ربضا انتو دبضا يا مدمان تودو حكينا إدمان إدمان هو عاديسي يلا قبسي وقفه أباهضه والله أنا دكشك إلى هذا المكان دبنسي إنه قفه كما رموايه دبنسي أما دكشك ميد نفسي يوم نغنكرا كنفسي أوحى إلى هذا هدو سكتشو تشيو تشيدها وحبا نغن مايا لكن سايكولاتش كالبو مباعي ميد نوحى إلى هذا وجسم يهدو تشيو حمصانيا وقربانيا سيدا كوان دروين كادك عبا وقربانيا مكا أعراض الانسحاب حيلا هذا مكا مغضا وكاسو بهي لدويه الى جبو بهي الى ينت وغار ينت لغديني وحي قيبيا مركا نوعيا اقتراب بدن يغو ويغيا لقيبيا لكن هذا نسجود سغت المامنو هذا نسجود تلمامنو وحو قيب سما مخدرات طبيعيه وإلى دان وناجر يعني برأة عاديه وقنبك اما حشيشك هي خشخاشك حشيش هنا وكراي حشيش الدم لانه خشخاش هنا وافيونك كراي لانه كوى طبيعي لا وحكى لكم اذا كوكا كوكو كان لعبا معها وجيت كان كوكا لا يدها على ليان لاتين امريكا وحكى اذا قاطكا كوكا هي قاطكا هي كواس ماكو قفكو هنا ان قاتشد انا ما دريما بيدها تعبك دالك انا ما دريما وحكى لكم إذا قوة صناعية مخدراتك قوة الصناعية وقيت كنت لك صور صاريبة للتطويرية مثلا مادة الخشخاش خشخاش يا ما أوبيوم يا ما فيوم كنت لك صور قاضوا هي مادة الصخرة دسي كنت لك صور صارية مادة سواتي ومورفين مورفينتو أصليا مكي يسوي ساريا وحيو تلقى لهم ألم كنت تكلم ريتشو تشيو حنو نظن أذك قفك مكو قبطوح مضاء أذك إلا هذا وحيكو استعمال مثلا ذات كان كسكو كل عيالي بتاسي مكو أي كاكو استان دوو أيالا إلا قفو انتو نفتك الله حيث هل يلوسيو
ألم كهيدايا كاسي كومودان إربط مورفينا مورفين كومركاس يوحو كميدي هاي وحيابها ألم كجوجيا وحي اسكو كوحي المورفين لكن مورفين كوكا خدر سيا هاي أندروفين بحلينا أندروفين كتير كاسيو دايا وهرمون كتير كاسيو دايا مثلا مركا النمر كوكونا عيكو مدرينتين هندو بكو هفيفة ماشي يكو حنونتا وإي مركو هرى النمر كوكونا عيو مسكحة دقال بي ديارو تهي دبتنا ما دل إلى ذا أندروفين بي كتير كاسيو دايسا سي سارة حكم إذا كوكايين كوكايين كوكاها جيت كان كوشي ريالا كسو سارة سيبا نختاركو مركا أنا الكايد كسار يا ريد السوحيني وما ددي بكمودا كوكايين بالا إلى ذا هي نوا وحيابها سي مخدرات كمتر مخدرات كقارنة لبدا نوع هرم من نوا جيت كيو سي سي من نوا جيت كيو ما دوني لا كسار وما ددي أي سي عصلاتي قارنة ومخدرات تخليقية بين هذا وقوة لاب كانوا مسلمين أصلية واحد جرى ما هي لكن كيما كان لاب كان لاسكو دراي سيبا قوة هلوسينكا كان قوة رياضة كان قف قوة اسمه الموسيقى يا قوة مغلو سيدي ال سي دي كان إلى هدانو كان أما أمفيتامين أمفيتامين كو كيميكالي وحيدا دار في صبر كالبوية قاتكا ما هاش كنت شفت الله يقانا ما حي أنثنا قاتكا ما دادا كنت شفتها في الفرعون أنا يدك ديكتا كانتا أي شو أجي أنا مفيتامين كو وطني مك عيالك وأنت بدل عيال سكول هذا عبان برجع هرة أرضي دو مكة وحخري لسيا وسوي شيء ذي يا وسيدا قاتكا خلاهم أي عنا مك دم أنا عبكت اللي بكون نغضا أمفيتامين كو مكة ومنبه أما ومنشط ووحد سوتشي دي او فرفرعوري كان ما هم عددا كافيه كجرتي او حما كافيه تسويا وحكى له كم اذا مواد تخليق اي سميان البابيترات قوي لهدان وكون مهدئات كما منومات كلينا وكون اي ير كون كيسوس خراميان لكن اصليا لو تلقى لين قفك لبد جي ما لو سيحيه قد كان حموس غير منتلي لو رزب ما كلين هي ديازب هي وحي للنوع وما دوين قف إن لو سيحيا لو ترجع لي أصلي أنا ما لو حصليه لكن ما هو حوضا كعبه وين دوخو جارة وحاي مصوش إجنا يوم وما دوين كان سنكرة ولف أما إدمان كان سنكرة إدمان كاسي وجهه هانا أباها طو أنا تكمار ميني هدو هداد استله هدا إسكدانا أعراض الانسحاب وحلا إلى هذا كم موضة وقوة أضاد إسكدين تو دمر كاركو هدا تسي مرقوا أشوي شو حلا يا بين الجريو تبع قوة ضدك قوة كلا نفسي ونا يجو حرا وبض باه باه أنا سألك ولا سكدي كلا مرقا صوت ضوبه أعراض قفك كم مغطى مثلا حشيشة أما ماريوانا هقوى إلى هذا قفك وحضر يا ماما كله فتون إنه حوج وحو أركيام حوج وحو مقليه أما حوج وحو ندمين يا أبو اسمه ده حاجة كلا عكس هذا كل عام ذاكرة دي حسوس تسا يراتا تركيز كا concentration إنه وحسي أنا وو يراتا حركات نقلقات يسوون سيدي عالي كهو صعدنا وحما هذا دو دل دلنا يو نعدعيا ما عادي سنة غن مايو ضربات القلب كلك الجراع استيس إيو بكركيس نويس بدلان إنه هو عص عصادا هنقولي بدنا ما كصاب هذا عنا بدن بوعنا جنون العظمة ما كنا عبايل هذا دك إنه كون هي مو حنانو اسمه هذا يعني هو اسمه فيها بركا هو اسمه هذا إنه دك هاي بان نقضي وقوي هذا هاي كلمة شري هو هالليد النوع كم إذا وجنون العظمة ما بين هذا نوع هو هالليد النوع كم إذا مثلا قوة كلا سيدا فيتامين كا ما كوكايين كا ما قات كا ما وحي لم إذا منشطات كا قوس وحد دري ما بينها النشوة والتهيج مركا كوات إنه يا القوة قاعدة عمرنا واردين مركو ساعدنا لها مرة هي ما يددوا سيك في عنو قالنا هذا اختراك صاحبنا هو أول شيء كي لكن عبال بكو تشوقوها دنا الدماء وحا كنا عايو كان أنا أرى سوچين وما قاعدنا وقوينا وانجلوا يا حلي وأرى قوو كان وحوك لو كان احتقان الأنف هذه قرصان كينا حقان يما لها سي وعنعنا احتقان ما كنا عا أما قوده كحن وصلا وحكوا دعاء ضربات القلب جويس بدلها ما الضغط جيس وحبايس كبدلها هي قال لفتوا هدو مررك قالت وضعوا كل عذابين جنون العظمة هي مشاهدين أعراض
la socota kuwa muhadiaadka ah, kuwa dhiyaasa bamiyo la noocee, kuwa dadka seexiya albarbitoriyat miyaa la yidhahdaa, kuwaasi waxaa la socda iyadu waxa weeyaan lulmo, dookhad u dawaqo, xasuusta ka xumaata, igti'aab qalaq uu dareemo ama igti'aab uu dareemo depression, halkii kuwii hore nashaad iyo firfircoonida uu dareemayay, kani dumis buu dareemayaa, depressive buu noqonayaa, depression ayuu dareemaa, hawada qaadashadeedu waa ku adkaataa, daqdu dam hoos buu u dhacaa, irtibaak iyo sucubatu tanaasuq ilxaraki baa ku dhacaa, si fiican uma socon karo ama socodkiisu wuu halaaba. Acraada kuwa musakinaadka ah, kuwa musakinaadkii waa kuwan xanuunka ku ilowsiiya, sida heroinka iyo morfiinka iyo kodayinka iyo kuwaasi xanuunada ku ilowsiiya, iyagu waxaa ku dhaca ashcuuru bilalam, qofku dhibta haysato dhan inaanu dareemin, irtibaaq uu ku dhaca, neefto cidhiidhi ku noqota, iyo calool istaag. Waxaas aynu sheegnoo dhammi waa aahaarta dhakhaatiirtu ay tilmaamaan ee acraada ka muuqata dadkan markay waxaasi ku dhacaan. Mandiriyaasha marka laysku soo wada daro, maanka waxbay yeelaan, caqliga waxbay yeelaan, oo dee waalay keenaan iyo wax la nooca, iyo inuu qofku tarkiisi waaya ama judgment saxa waaya ama caqligu shaqooyinka uu qaban jiro dhan way gaabisiiyaan, jidhkana waxbay yeelaan, oo caafimaad ahaan jidhkiisa qofka waxbay u geystaan, oo nerve systemkaagu dhan bay ku cayaaraan, maalka waxbay yeelaan, bulshada waxbay yeelaan, nolosha oo dhan qofka mararka qaarkood waxay keenaanba haybuuba, inuu qofku kooma galo, mararka qaarkood waxay keenaan mowtul faja'a, si degdega inuu isaga dhinto, waxay sababaan bay yidhaahdaan amraada mucdiga way tiro badiyaan, irbadan ay kala qaadqaadanayaan iyo waxaan isku mudmudayaan, xanuunada aidiska, kuwa beerka ku dhaca, cadaashowyada, waxaasoo dhan, amraada jinsiga, waxaasoo dhan way faafiyaan. Waxay kaloo keenaan bay yidhaahdaan xawaadithu sayf, gawaadhida shilalka ka dhaca inta ugu badan leh sakhrada keenta, waxay kaloo keenaan bay dhahdaan intixaarka tirada badan leh, dad badanoo istila, markay waxaan cabaan bay isu sawiraan, dabeetana way istilaan. Waxay kaloo keenaan socially furitaanka guryaha iyo guryaha dumistooda iyo waxaasoo dhan bay keenaan, waayo qofka sulugiisi iyo dhaqankiisii baa isbedelaya. Waxay keenaan dee in qaanuunka ay khilaafaan oo in badan la xidho xabsiyada oo tuugo iyo wax kale ay ku dhacaan, siiba markay waayaan inay wax hadaan ama wax boobaan ama ijraam kala galaan. Markaan soo duuduubno, mukhadaraadku dhibaatooyin tiro badan bay leeyihiin, bal ixsaayaad kuwa qadiimo 80-aadkii la qoray baan wax ka tiltilmaamayaa yar. Waxay dhahdaan dhakhaatiirta Maraykan ee caqliga, dadka gale ee nuzalaagee degani nus ka mid ah iyo rubuc inta u dhaxaysa labada Maraykan iyo Yurub iyo Australia laysku daro, waa sababteedu asalku khamri buu ka yimayna. Dadka waasha meelahaasi dhakhaatiirta madaxa degani ixsaayaadkoodu waxay sheegayaan min rubuc ilaa iyo nus inta u dhaxaysa khamraa sababay. Waxay dhahdaan marka asbaabta loo dhinta leego, waa sababta saddexaad bay dhahdeen ee dadka qaangaadhka ay u dhintaan Maraykan iyo Rushiya iyo Yurub iyo waxaasoo dhan waa shurbu lkhumuur. Haddaynu egno mashaakilka ijtimaaciga, munadama sixa alcaalamiya waxay leedahay jaraa'imta dilka ee ka dhaca 30 waddan oo dunida ka mid ah, 86% khamraa sababay. Waxa dil ee dhaca 86% ka mid ah khamri baa keenay ama wuxuu dhacay yacnii taxta taahiir alkhamr. 50% ka mid ah jaraa'imta reybka, iqsaabka dumarka la kufsado ama caruurta la kufsado iyo wixii lamid ah, 50% ka mid ah iyagoo sakhraansan bay sameeyaan. Xawaadithu sayr bay yidhaahdaan mashaakilka ka dhaca maxaa la yidhaha wadooyinka ka dhaca, 50% nin sakhraansan baa gala bay yidhaahdaan. Waxay yidhaahdaan furitaanada ugu badan leh dalaaqa keena, jarimooyinka ugu tirada badan leh, iyo xumaha jinsiga ah, iyo amraada faafistoodu, iyo caruurta lagu xadgudbo, waxaasoo dhan waxay dhacaan bay dhahaan bisabab ibar almukhadaraat, dadku iyagoo daroogada cabsan ayay dhacaan.
وحكوا قالوا سقاط إنه إحصائيات مالهم ستاتستيكس مالهم مال إنه هاي صح وهم بينو ده أنا كاسنا ترى لو سكدين طيب قارنا قاربو قالوا يوم بينو ده أنا لكن ما صبا بينو وحنا نذكر رامركا تقرير إيشو صارتين منظمات راسي لو كوني تضبي طبعاً كي وحيله يهين سقال يا لبتن مليون إن كبدنا وبن آدم أي الضربات كعقلي كل عين مخدر كان سببتي سؤالش سويدين ترى مركا واحد هاي وضط لهم تمرق هربا محاكو كليفة ويسألا قرأينا هنا إليه عفماتك وحياشو بلشدة وحياشو لقالا وحياشو نبتقليا دا وحياشو حتى عنا دا وحياشو ويا وحيلا دا نقول كي وحلقة بيري كرون ان دروغا لو بدلو ومشاكل كم بيتو بيها يستوك عليك ميتل قاد بيو بدلين نقول كي عنا دا لقى بيري كرين تيسوه بدلين سببها كينا بيلا دا نقول دادك وحن برطو وكو جاهل لما دادك هايسا وانا اقدرانا انين وحكر رتب ميا بربر كويسس كخد عدرادد وهكذا ندق وزع الدين جاي دينهان الله ربيني نص سح الله ربيني أما برشدو سي وحر ربي ساي وقلدن طهي وهكذا نبي له دان ندق حول بدن هلا وقت بدن ما هيستا ده بتنوح كل مية جرام ويا عن قيل يا كان عنا يا وهكذا سو مشغولية عكس جونا ويد هذا ويد هذا ندق فقر مدقع وكل عه وإلى هذا نسكوي لو سينا وحو هلا بو حاسستا وحكينا ما إلى هذا صاحب حن صاحب حن أو المهم راح ما إلى أبو بحش يري تجابي سكيت أما كنت يا شو أما فضول أوف كويس لو أنت بحش الطلب مرك أنا عبد سيلا نقضى أوف سكنا اللي يراه ما سلا ورد هذي اللي عبد سيلا نقضى سو تجابي نيجو برتا ده هو يدي نكستوين بسيجار عبد حط كتير هذا وبعد ذلك الجلاب يسيسادون بلاوت وحن وحكي فقين وبكوشين ويوح ما معانا وموجورة وفائدة ملك قف بن آدمين وحام قرأوا حقرات وقرمون وعفمات وحيالية انتم برطين وعادشتوا ولما مركوا برانا يا نفطة وقو قصبيه وحلالية وحد رغونا من أول نوعة النفطة وقو شيء ما كتبتوا لكن وقو قصبي 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 ما كيدن برا وإلا قبصتين رغونا ما أنت الدنيا ده ومشكلة عالمية وهي تلمام يا نقالها كصوب هاي لا سنح بقوله بليم بومرايا وبائع مشتر تجارتي سوي قاري سبي لي محي 300 بليون دولار اي قاريش وهي هذا وحلالي وهي دولة له قبطان هي قوانين تنتهي هاي قبطا بقول كيف طبعاً إلا الله بعدين أنت ولا حي سوي يعني بقول كيف سديت أنا كبدنا مستقاش نيو وسوقي تالا ما لها قاركونا دولة هاد نقالوا استعمالها وودا المركة الربعين لبابين ايو والله سيا حانو مالين ايانا تاريخ قوم قشين دقال ايدا دو اوبيو مور ودقال قو قاضي ودكا جاينا يوربان قو قاضي بورتغيس كامركي وفرنا وكم بلابي وسيي كدبنا انجريسية فرنسيس كا وحيي مدبكي اللي تشوغي بو تشينوه يونيوريار ايبا هكي نقا دايا وحيي الإنجليز كبرلمان كيسي وتجي سواء كذا البنايين لقد دا يو أبيهم كا برلمان كونه حيسكون راعي هل من رئيس الوزراء هذا يدور هل قد دا يو أنت كلام حيسكون راعي ماي دولة ولا قال إني هشاي هل هو هذا تبي تنا شيء هو خصوصا القانون ولي هي هو ممنوع هو ده كي يقو أبيهم لك هنا ده قال بابا لو هو هذا أفر سنة ضد بي شيء اللي تقالهم ين أبيهم كان عم بيسا شيء أنت اللي تبيه مركلي تنبه أي واحد لقى صحيح هشيس كيل لا قال وام حي heshiis bay la galeen oranay shan dikadood oo China ka mid ah waxa laga soo dejiyay ina la baaray yani shan dikadood in baa gaar ku faafo ila jeena oo gaaray inuu yeesho 100 milyan oo qof oo daraga baa gaabo oo dawaxa ala kulli hal ila hadda dawladdu hoos isticmaala dawladda qaar ba saad wadanka culka tiin u baabiiso daroogooyinkaasi ku fasaxa oo ku tira badan mararka qaar koodna وقتك وكما في الله مرك قالوا انه هي استعماله هيئات كمخابرات كواوين الدنيا ولا هي بقى كباع مشتريه سي ديدي وركس شقوين كحن حن يا ان برلمان ادو بارتك كقدرين انا وقطان يعني وحي باهين لعق شقوين كو ضد الخارجيه بلايه ما سبي واحد لا سبي لكن حاليا ما بارتك الدوله دي انا كجيرين دويت انا وحي كباع مشتريه ان وحكم
masaakiinta yaryara suuqa ku qayb qaybisa waa kuwii u dambeeyey. Laakiin bahaladan dunida dayaaradaha la saaray iyo maraakiibta la saaray iyo waxaa la saaro saraakiisha sariya dowladaha saraa inta badan ku jira. Sidee looga hortegi karaa ama loo daweyn karaa? Laba bay idhaahdaan. Horta haddii suuqu jiro way adag tahay qaanuun in lagu mamnuuco bay idhaahdaan, waayo meesha lacaga laga helayo cid u dhimatay iyo cid soo dusisa iyo waxba la waayi maayo. Markaa waxay idhaahdaan talabka weyn marka hore laga hortagaa oo ah alwiqaaya uma alcilaaj uma alricaaya asixiya bay idhahdaan. Marka hore in dadka wiqaayo loo sameeyo wixii ka mamnuuci lahaa waxa kan inuu cabo, mar labaadna in laga daweeyo, mar saddexaadna ricaaya asixiya marka la daweeyo saanu dib ugu noqon lahayn waa in la tijaabiyo. Ka labaadna bay idhaahdaan asaaliib muwaajahati alcarbi weeyaanu waa dee dowladda sistemkeedu inay la dagaalamaan oo amniga qolada sugta iyo qaanuunka iyo itifaaqaadka duwaniga iyo xeerarka caalamiga iyo waxaa in lagu daro ma fududa. Laakiin tusaale qura haddaan laba erey ka idhaahdo, Maraykanku waa uu isku dayey inuu khamriga joojiyo. Khamriga horta ma aha cilmi ahaan inta la baadhay inuu wanaagsan yahay, reer galbeedku umay sii daynin. Macnaheedu waxa weeyaan dowladdii baa u taag weyday, kharashkii ku baxayay baa dowladda ku tirabatay, dembiyadii ka dhashay tahriibkiisaa tirabatay, dabeetana waxay dhahee wareeska deyno meeshii la doonaa lagala soo dhacay. Waayo Maraykanku 1919 ayuu isku raacay in khamriga waddanka Maraykan laga joojiyo. Labadiisa golaha saxeexay, madaxweynaha saxeexay, dadka iftaa ku qaaday waa la saxeexay. Waxaa la tijaabiyey markaas sidii looga joojin lahaa dadka. Iskuullada ha lagu dhigo, jaamacadka ha lagu dhigo, wacyigelinta ha lagaga waramo, khamri ha lala dagaalamo. Laakiin suuqii madoobaaba bilaabmay, dabeetana dowladdu way u taag weyn. Maraykan oo dadka aan in badan maxkamaduhu gelin 200 qof baa laga dilay. Waxaa wax ku saabsan kumaan kun baa xabsiyada laga buuxiyey. Dowladdii way u taag weyn. Markay u taag weynaan dambe waxay dhahdeen maxaynu yeellaa federal government, waxay dhahdeen state kasta baad u go'aanka doonta ka gaar state dadiina markay si kale u taag waayeen traffic aduun halaga mamnuuco bay yidhahdeen. Aakharka intan aynu naqaanay ah darawalku inaanu cabbi karin, intaas bay ku qaasteen. Masaladu maaha marka khamriga maxaa Maraykan u mamnuuca xumihiisa iyo dhibtu ku ogiye, muxuu u ogolaaday wuu taag waayey, wuu celin kari waayey. Iminkana waxaa socda dunida yurub iyo reer galbeedka xashiishadaha iyo kuwanina iminka waxay ku socdaan waddadii fasaxa. Hadda waxay yidhahdaan light drugs ayaa waddana badan fasaxa oo la diiyo Maraykanka iyo meelaha, waxay yidhahdaan for medicine dibka daraadi dadkii cabbi jiray dowladdu hasiisiiso waxoogaa lagu mudmudo ee ka fudud ha la ogolaado. Waxaad arki doontaan iyadoo la ogolaaday, sababtuna maaha in cilmi ka soo baxayna waa wanaagsan yahay waa loo taagwaay. Taa cagsigeeda Nabiyullaahi Muxamed calayhi salaatu wasalaam carab buu yimo khamri ka dheregta, dabeetana 15 sannadood baa caqiidadooda dadka la dhisay. Markay caqiidadoodu dhisantay ee diin ahaan iyo aakhira iyo ilaahay rumeeyeen, ayaa hal aayadi soo dagtoole fajtanibuu ka durka kii afka lagu hayo waa la daadiyey dibna loo macabi. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam sawaa askar wadan oo maxkamada wadan oo ciidan wadan oo booliis wadan oo barta duufsa oo dadka soo xidxidhin oo meela lagu ururin oo askartu dadka eriyeen ayuu khamrigu joogsaday. Muxuu joogsaday? Qof uu bedelay, qofka bini aadamkaaba la bedelay, dabeetana qofku isagaa iska daayay. Iyagu waxay ku dayeen inay qaanuun iyo kan ku joojiyaan se uu joogsan waayo. Marka haddaynu rabno dragga iyo waxa kan inaynu joojinno, qaanuunku midhmidhka dhibta badan unbuu celinayaa. Laakiin waxa asalka ahi waxa weeyaan dadka diintooda iyo dhaqankooda iyo islaamnimadooda inaynu badinno, sidaynu rabaynayno inaynu ku dadaalno, wiqaayo tiro badan la inaynu samayno. Waqtigana wuu dhamaaday. Wa sala allahuma cala nabiyina Muxamed wa cala alihi wa saxbihi wa